وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة مرض إذا أصابتهم مصيبة فقر إذا أصابتهم مصيبة موت كحال أخينا ومساعدنا وزميلنا وأخينا الأصغر أبي إبراهيم فهم عارف إذا أصابتهم مصيبة مؤمنون متقون يرجعون إلى ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ويقولون إنا لله وإنا إليه راجعون يا أبا إبراهيم فهم عارف نواسيك في خالق إبراهيم كامل عثمان رحمه الله آمين وأسكنه فسيح جناته آمين وتغمد عينيه آمين وجعله مع الأنبياء والصالحين آمين وحسن أولئك رفيقا آمين يا أبا إبراهيم نواسيك في خالق قال عليه الصلاة والسلام من أمر بمعروف فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لقد رأى الشعب المالي لقد رأى مسلم دولة مالي أعمالك الكثيرة واستفادوا من خيراتك واستفادوا من مساعداتك كل هذا كل ما تقدمونه للشعب المالي يرجع فضله إلى الله سبحانه وتعالى ثم إلى فضل خالق إبراهيم كامل عثمان الذي وافته منيته وإن شاء الله نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون من أهل الجنة آمين قال عليه الصلاة وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في سورة ياسين إنا نحن نهي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء فيه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إنا نحن نهي الموتى ونكتب ما قدموا الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول على حسب ما قاله المفسرون أن الله سبحانه وتعالى يقول يكتب للميت ما قدمه قبل موته وآثارهم وما خلفه وراءهم الله أكبر الله سبحانه وتعالى يكتب الثواب ذلك لهذا الميت فما قدمه خالنا مكتوب عند الله سبحانه وتعالى قال وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين فهو محسوب عند الله ما قدمه قبل أن يلحق بالله سبحانه وتعالى وما خلفه من مثل هذا البير مخلوف عند الله ومكتوب عند الله سبحانه وتعالى لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عنه من أمله إلا من ثلاث وذكر من هذه الثلاثة صدقة جارية لا شك أن هذا الماء سيبقى صدقة جارية لروح آخرنا إبراهيم كامل عثمان رحمه الله آمين. آمين انظروا إلى هؤلاء الطلاب السبيان طلاب المدارس انظروا إلى هؤلاء الأولاد طلاب المدارس الإسلامية انظروا إلى هؤلاء المشايخ كلهم سيستفيدون من هذا الماء ولا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل العامل إنا نقل ما قدموا وآثاره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين نسأل الله سبحانه وتعالى لخالنا المتوفى
رحمه الله آمين أن يجعله الله آمين من أهل الجنة آمين وأن يغفر الله له آمين ولجميع موتى المسلمين آمين ولجميع موتى المسلمين آمين اللهم اغفر له آمين اللهم عافه آمين اللهم عفو عنه آمين اللهم أكرم نزله آمين اللهم وسع مدخله آمين اللهم اغسله بالماء والبرد والثلج آمين اللهم اغسل بالماء والفرد بالماء والثلج والبرد آمين اللهم اجعله آمين من عبادك الصالحين آمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم تغمده في جناتك وأفصح له مكانه في جناته آمين واجعله من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمين الذين هم على ربهم يتوكلون وإنك قادر على ذلك وإننا في هذا المكان لا ننسى أن ندعو لابن أخته ولوالدتي ولأخته والدتي أم فهيم آمين ندعو لهم في هذا المكان آمين أن يغفر الله آمين لأم فهيم آمين وأن يغفر الله آمين لخال فهيم آمين وأن يبسط الله آمين لفهيم رزقه آمين وأن يبارك آمين في ذريته آمين وأن يبارك آمين في مساعيه آمين إنه سبحانه وتعالى آمين ولي ذلك آمين والقادر عليه آمين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال أمامكم هو نائب لرئيس البلدية والواقف جنبه هو رئيس البلدية تكلم باسم رئيس البلدية وباسم إمام القرية وباسم سكان القرية وباسم أهل مالي يتقدمون بكل شكر ويعتبرون مؤسسة بايس بروجكت مشاركا لهم في خدمة منطقته لأن هذا البير ليس من النوع في أوله أن يحدث في منطقته فقد سبق أن رأوا آثار فهم عارف في إرم كونو ورأوا آثار فهم عارف في سبل بوغو وها هنا اليوم نحن في ساحة أخرى لفهم عارف إن دل على شيء فإنما يدل على حب فهيم عارف لهذه المنطقة فإذا فقد فهيم عارف خالا له فكأن المنطقة كلها قد فقدوا عزيزا له إذن فالكل يدعون لخالنا الكبير المتوفى أن يتغمده الله فسيح جناته هذا ما أراد أن يقوله نبابة عن أهل القرية وعن رئيس البلدية وأضاف إلى قوله بأن تعلموا بأنهم هم مجرد رؤساء بلدية ورئيس بلدية على منطقة فقيرة فهو فقير الرئيس فرناندو كما قال على حسب قوله فهو فقير إذن فالحاجة ما زالت قائمة ولكن نقدر جهودكم الكبيرة في منطقتنا فجزاكم الله خير بارك الله فيكم شكرا